ouders van Maurice. مركز الأورام السرطانية الموجود في كركوك. هذا المركز مبني في ظروف معينة ما يحمل أي صفة من صفات المراكز السرطانية أو المراكز الصحية الموجودة في أي بلد من البلدان. ولكن العمل الذي يقوم به والنتائج الذي يحققها هو شيء جبار. المركز هذا يحتوي او يستقبل فقط من اهل كركوك ما يتراوح بين 100 الى 150 مريض بالشهر وخارج وزايد عن طاقات هذا المركز. بالإحصائيات البسيطة اللي صارت فقط مرضى اللي النساء اللي هم مصابات بسرطان الثدي خلال 2018 استقبل 265 حالة ولحد الآن مستقبل 90 حالة نساء من أهل كركوك ما عدا النساء المتمكنات اللي يروحون إلى مراكز موجودة في إقليم كردستان. هذا المرض متفشي وإحنا بحاجة إلى مركز يحمل صفات أكثر يكون به معدات. الحالات الموجودة كانت بحاجة إلى علاجات، العلاجات هي معدمة. الخيرين والمتبرعين والمتطوعين وكنيستنا في كركوك يساهمون انه يشترون الادويه من السوق السوداء لهؤلاء المرضى. تركيزي واحتياجنا هو للاطفال، الاطفال ما عندهم مكان خاص انه يكونون ياخذون علاجاتهم، الطفل دا ياخذ علاجه مع الكبير، الطفل دا يضايق الكبير والكبير دا يزعج الصغير وما دا نقدر نحقق او نقدم اي خدمات. احتياجنا هو للاجهزه، للمعدات، للادويه ولصاله تليق بهؤلاء الاطفال انه ممكن يعيشوا اخر ايامهم بفرح. خلاص. جرب عصره عصره شو اجي اني؟ لا هو يقدر. هذا عندك هذه اسمه وين؟ خمسة تسعة خابوي ليه تعرف كيف في مس؟ يلا ايش المس خفنا بوي؟ يلا نحاول نساعد ايش قلت لي؟ ليش قلت لي؟
شكرا.